Be the preacher, would you be my the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن او الجزائري دحا. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا ملاحين، الحمد لله بخير وعلى خير. قبل بداية المقطع لا تنسى الصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى تضغط لايك اذا عجبك المقطع طبعا، واذا لم يعجبك المقطع ديسلايك، ولا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات ليصلك كل جديد. طبعا اليوم سوف نشرح لكم كيفية تغيير لون يد البلاي ستيشن، يد سوني 4. طبعا طريقة سهلة، ولكن هذه الطريقة تشتغل على أيادي سوني 4 الحديثة يعني الجديدة. طبعا يا إخوان الفيديو ليس لي، طبعا أخذه من موقع معروف طبعا لشرح مشاكل الألعاب. طبعا الفيديو مرخص بإعادة الاستخدام، يعني عادي يمكنك إعادة استخدامه في أي مكان في اليوتيوب أو مواقع الفيمو أو الفيسبوك وفقط. طبعا لتشغيل خاصية الألوان ما عليك سوى الضغط على الزر الذي ترونه أمامكم لمدة 5 ثواني. تضغط أول شيء 1 2 3 4 5 فقط، هكذا تتم اشتغال خاصية الألوان، ما عليك سوى الانتظار قليلا. طبعا حسب ما فهمت من الموقع يجب عليك ضغط الأزرار التحكم حسب لون الأزرار. طبعا كما نرى هنا مثلث أخضر ودائرة حمراء أتوقع، وإكس بنفسجية ومكعب أتوقع وردي. بعد طبعا نضغط على مثلث كما ترون يتغير اللون إلى الأحمر. طبعا أتوقع المثلث هو الزر الذي تغير به الألوان. طبعا كما ترون هاي الألوان تتغير إلى الأخضر الأصفر والبنفسجي والأزرق. طبعا هذا الشيء رهيب جدا. طبعا الخاصية ملاحظة يا اخوان، الخاصية هذه تشتغل على ايادي البلاي ستيشن الحديثة، طبعا ايادي بلاي ستيشن برو طبعا بلاي ستيشن القديم لا تشتغل. طبعا الايادي تكون اصلية يا اخوان، اصلية طبعا تابعة للجهاز. طبعا كما ترون وصلنا الى نهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل خاصية الجرس. طبعا هذا هو كان الفيديو، طبعا فيديو تعليمي او فيديو يفيدكم ويفيدني ان شاء الله. فقط ما علينا القول، مع السلامة.